كرة خطيرة أمامه، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة،